اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عاملين وحشين جدا 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 قبل ما نبدا فيديونا ده ما تنسوش تصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده حرفيا يا ابطال انا متحمس ليه جدا 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 ايوه يا ابطال عشان بجد بجد النهارده هنلعب لعبه جديده ومتحمس جدا جدا ليها وهي فيفا موبايل. بص يا ابطال خلونا نكون صراحه كده مع بعضينا بجد بجد يا ابطال انا كتبت على المنتدى ونزلت اقترح عليا العاب جديده العبها وناس كتير قوي يا ابطال قالت لي فيفا موبايل وخلي بالكم ناس قالت لي جراني وناس قالت لي جاتا كل الالعاب دي ان شاء الله باذن الله ابطال هنلعبها هتلاقوا ابطال المقاطع بتنزل في وسط ابطال سلاسل في لعبه روبلوكس وهكذا عشان نبدا ابطال ننوع وهو ده ابطال التنويع الحقيقي اللي هيحصل في القناه وان شاء الله باذن الله ابطال يبقى حماس جدا اول مره بجد بجد ابطال العب لعبه فيفا موبايل ولسه محملها وباينه ايه قدامكم بصراحه ان انا اعتبر ابطال لسه محملها خلينا دلوقتي ابطال بيقول لي يوجا ادخال الشهر ماشي خلينا نكتب كده تمام انا المفروض يعني 2000 ماشي تمام ايه يا عم في ايه ايوه تمام خلونا دلوقتي حالا يا ابطال نختار كده ايوه 2000 وين ليتس جو يا ابطال كويس جدا ايوه كل حاجه تمام يا سلام ايه ده بيقول لي حمل ماشي يا باشا حمل حرفيا يا ابطال لسه حالا محمل اللعبه قدامي ولسه ما اعرفش اي حاجه فيها بجد بجد الموضوع جدا جدا جامد ويا ريت يا ابطال تقولوا لي قبل ما اللعبه تحمل دلوقتي حالا قدامي بجد بجد يا ابطال تقولوا لي تحت في الكومنتات ايه المفروض العب اللعبه دي ازاي انا واحد يا ابطال بحب الكوره بلعب بلاي ستيشن ولكن مش اجمد حاجه يعني في الدنيا ومش بفهم قوي قوي في الكوره فمحتاج ابطال مساعدتكم تحت في الكومنتات وليتس جو انا متحمس جدا جدا بجد زي ما انتم شايفين يا ابطال ايوه هي دي حرفيا البدايه بتاعت لعبه فيفا موبايل تقريبا ده التحميل بتاعها كويس قوي حرفيا يا ابطال لاول مره انا بعمل كده وما اعرفش ايه اللي هيحصل والله اتمنى اللي يكون يعني حاجه كويسه تكون يعني حاجه كويسه وتكون بدايه كويسه لينا في لعبه فيفا موبايل ليتس جو يلا بينا لاول مره اللعبه دلوقتي حالا هفتحها واما نشوف ايه اللي هيحصل ودلوقتي يا ابطال اخيرا اللعبه فتحت والمفروض يا ابطال مش عارف بصراحه حيران يا ابطال هل ادخل ضيف عادي ولا ادخل يا ابطال بالفيسبوك ولا بالجوجل بلاي بصراحه انا بفكر ادخل ضيف عادي تمام لان انا مش عارف اصلا يا ابطال هو ايه اللي ممكن يحصل في اللعبه بعد كده وانتوا برضك يا ابطال انصحوني يمكن يا ابطال الموضوع اللي هو الضيف ده هيبقى رخم تمام فبعد كده يا ابطال ممكن اسجل بحساب فيسبوك هيبقى احلى بالنسبه لي عامه ليتس جو او ماي جاد حرفيا يا ابطال الشاشه دي انا بتظهر لي كتير والله بتظهر لي كتير قوي تمام خلونا مرحبا بك في الموسم الجديد من فيفا موبايل هلا والله يا فيفا والله العظيم انا نفسي العبك من زمان ولكن الابطال هم اللي قالوا لي لازم العبك ماشي انا هنا لاساعدك في بناء فريق التيمت تيم الخاص بك حتى تتمكن من الهيمنه على الساحه يا باشا يلا بينا يلا وهتشوف لعب فلنبدا مع بعض تمرينات التسديد ايه ده ركله البدايه بصراحه ابطال واضح ان احنا لازم نحرك الفيس كام لمكان تاني عشان كل حاجه تبقى واضحه على ما اظن يا ابطال الفيس كام هنا هتكون ممتازه جدا ليتس جو فلناخذ المسار الاول ماشي ليتس جو يلا بينا ماشي انا ما اعرفش بصراحه وايه اللي هيحصل بيقول لي العب او ماي جاد هيدخلني ماتش دلوقتي على طول كده او ماي جاد يا سلام ايه ده التشكيله دي والله ابطال متحمس قوي وعايز ابطال اشوف حماسكم تحت في الكومنتات ان انا لعبت اللعبه دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه بجد خلوك يعني علي الصوت والله فيها صوت يعني كويس فيها ميوزك كمان المفروض دلوقتي حالا يا ابطال بيقول لي هنا تسديد ايوه اديله اوبا جول جامد جامد بيقول لي يا ابطال تعلم طريقه التسديد خلونا نعمل كده ايوه ووو والله ماشي كويس بصراحه يا ابطال انا لحد دلوقتي اصلا مش ظابط التحكم ولكن محتاج يا ابطال حد يقول لي تحكم يكون جامد جدا بصراحه يا ابطال عشان نعرف اللي احنا نكسب بقى الموتوشه كويس جدا كل ده يا ابطال انا بعمله من ماوس اصلا تمام ايوه المفروض ايوه تمام هو المفروض هنا كده ايوه كده اوبا اديله بوم اديله يا جون يا جامد والله جامد والله بقول لكم واضح كده ابطال اللعب من الماوس والكيبورد جامد قوي انا بقالي كتير حرفيا ابطال عايش جدا عامل ناجح كويس بمعنى 4000 نقطه والله العظيم ما اعرف ازاي 4000 نقطه من الهوا كده كويس جدا دلوقتي ابطال الحزمه دي بقت معانا حاجات جامده والله ابطال اللعبه جامده وانا عارف انها تكون جامده فالمتابع كويس جدا تمام ماشي العب تو كويس والله والله موضوع حلو ابطال اللعبه فعلا حماسيه وحلوه وكل شويه ابطال بتطورك اللي انت تحاول تكون فريق اجمد واجمد واجمد كويس تمام حلو قوي المفروض ان بيقول لي ان انا اباصي ايوه اباصي من هنا ماشي بسرعه باصي يلا ايه ده ايه ده ايه بصيت غلط بسرعه يا سلام سلم يلا اديله ايه ده ايه بيقول لي عايز ايه يا عم اهو يا جامد يلا وعلى دي والله دي حلوه دي ما يلا يا باشا خد
ماشي حلوه دي، كويس عايش كده يا بطل، انا عملتها صح. دلوقتي يا بطل بيدربني على ايه اللي انا اعرف اصلا العب، تمام؟ لان انا حرفيا يا بطل بلعب اللعبه من الكمبيوتر، تمام؟ ماشي تمام. استرداد بيفهمني طبعا اللعبه. او ماي جاد، حزمه ركله البدايه، انكر للفتح، ده يا بطل كده باكج. ايوه اما نشوف، تمام. تحرير ايه ده؟ كشف عن الكل، ورينا يا باشا. اوه ماي جاد، حلو قوي يا ابطال. هو ده اللي دايما بشوفه. بصح انا ماليش قوي في الكوره، ولكن اعرف شويه فرق. اللي البرتغال ده بصراحه حاسس اللي هو هيكون حلو، لان انا اعرف البرتغال بصراحه. اللي ب8 ده حلو زي ما انتم شايفين، والله كويس. يعني اجمالي عنده 68، تمام. الايقاع عنده 71، ما اعرفش المراوغه، ما اعرفش بقى انا فعلا ابطال اقدر اشتريه ولا ايه. ولكن خلينا دلوقتي ابطال ندوس كده متابعه، تمام. المفروض بيقول لي تم تحرير فريقي، ده دلوقتي ابطال المفروض فريقي كله. مش عارف، بيقول لي فلتر الكافيه اللي انت عايز، شوف بقى انت عايز تعمل ايه. بيقول لي دوس من هنا هوم. او ماي جاد، هنا ابطال الفريق بتاعي. قيمه الفريق 10000، حرفيا انا غلبان قوي، انا غلبان قوي. هذا هو فريق الالتيميت تيم الخاص بك، كويس جدا. يشير اجمالي فريقك الى مدى القوه، يعني دي ابطال قوه الفريق، تمام. ايوه هنا بقى ابطال اقدر مثلا ابدله مثلا ابطال بحد تاني. يعني مثلا ابطال انا عايز احط الشخص ده مثلا هنا، يبقى انا كده بدلت اللاعب ده باللاعب ده، كويس حلو يا ابطال. الموضوع ده لازم هيفيدني في يعني في المستقبل، لو انا فعلا هكمل في اللعبه دي. والكومنتات بتاعتكم الاسطوريه هتفيدني اكتر بردك يا ابطال. يعتبر الجزء الاول حرفين ركله البدايه. هنبدا ماتش ولا ايه؟ او ماي جاد، هنبدا ماتش. ماشي نشوف المراوغه، تمام. نلعب كويس جدا. هو ابطال المفروض هنا هيعلمني ازاي اراوغ وارقص بقى. والله متحمس، ليتس جو ابطال، ليتس جو بجد، يلا بينا. ماشي خلونا كده نشوف ايه اللي هيحصل. المفروض هنا ابطال تقريبا بيوريني ازاي ارقص، تمام. المفروض اجي هنا، يعني انا كده باشا رقصت، يعني انا مش فاهم. ما علينا، ماشي. ايوه عايز نمشي على الخط ده كده، تمام. اجري اجري اجري، بقيت اسرع منه، عاش قوي. ماشي كويس حلو، ماشي تمام. ايوه هنا بقى ابطال، ايوه نمشي واحده واحده كده، واديله ايوه التسديد، وبوم اديله جون. ماشي جبت 3000 نقطه، مش وحش تقريبا يا ابطال. يعني موضوع النقط ده بيفيدني قوي، تمام، لان انا حرفيا تقريبا النقط دي بشوفها اللي هي بتنضاف اصلا، تمام، للفريق عندي، حاجه زي كده، تمام. اوه المستوى الثاني ده، انا لسه بقول على الهادي زي ما انتم شايفين، 4-2 4-4-2. ما بفضلش دي قوي، بفضل اللي هي يعني في كده حاجه ثانيه تقريبا 4-4-3 حاجه زي كده، او كان مش فاكر والله بالظبط كانت كام، ولكن بقالي كتير مش بلعب والله العاب كرة قدم خالص حرفيا. وده يعتبر ابطال المقطع اللي بجد بجد يعتبر نادر ان انا اعمل حاجه زي كده، ولكن عشان انتوا بجد ابطال طلبتوها مني فانا متحمس جدا جدا. فيلا بينا يا ابطال. ايوه هنا المفروض ابطال بيقول اديله، والله عايش، ماشي كويس كويس. يا جامد، عاش. ايوه عاش قوي، خدتها منه. عرفت ازاي يا ابطال؟ كويس كويس كويس. عاش عاش قوي والله، بدات افهمها كويس كويس. ماشي عرفت ازاي ابطال اقطع الكوره عامه، حلو قوي. متابعه، تمام. هنا حرر تدريب اللاعبين، تمام. هو بيقول لي احسن صنع يا عم حبيبي والله. هنا استرداد، تمام. ده يا ابطال، ايوه نفتح كده. هل هيجي لنا يا ابطال باكج ده كل شويه بيجي لنا، تمام. ده اسمه تحرير التدريب. يا لهوي 350000 وانا اقدر اشتريه؟ ما اظنش بصراحه، ما اظنش، انا اصلا مش معايا الرقم ده. ماشي هندوس متابعه، تمام قوي. تم تحرير تدريب اللاعب، كويس. خلينا دلوقتي ابطال مثلا نروح، ايوه بقى بقى معايا قيمه الفريق 17900، حلو بقى 58. تم تحرير تدريب اللاعبين، ماشي. بصراحه انا شايف الموضوع جامد بصراحه، الموضوع جدا جدا جامد. خلينا دلوقتي حالا، ايوه اتباع الدليل تدريب. ايه ده، بدرب اللاعب ده يعني عشان يبقى اقوى ولا ايه؟ طيب يا ريت ابطال تقول لي الحوار ده. يعني هنا المفروض ده ابطال دوست عليه، المفروض يا ابطال هنا الترقية. انا اصلا مش معايا غير 21 تقريبا يا ابطال. لو عايز ارقيه، هو دلوقتي 68، تمام. لو عايز مثلا ابطال ارقيه، تمام، ادوس تدريب، ولكن انا مش معايا الرقم ده اصلا، تمام. ادوس معاينة الترقية، حرفيا ابطال بزوده تقريبا كل مادة بيزيد، تمام. ولكن انا مش عارف صح ادوس تدريب، ما انا مش معايا فلوس، مش معايا اصلا رصيد كافي. حلو قوي يا ابطال، اقدر كمان اطور اللاعبين زي ما انتم شايفين. التشكيله بتاعتي هي حاجه يعني هي حاجه عاديه، تمام، ولكن انا متحمس متحمس حرفيا يا ابطال. المفروض اللي هم دول الدفاع، والمفروض اللي هم دول ايه ده الجون، تمام. هو فين الجون؟ المفروض مش تحت، ليه مش عارف بقى، ولكن هو الجون محطوط هنا، تمام جدا. المفروض ده اصلا يا ابطال انا فاتح حساب طبيعي جدا،
فتنصحوني طبعا يا ابطال. انا في اول مقطع تنصحوني هل فعلا اسجل بالفيسبوك والله يا ابطال اكمل على كده؟ مش عارف بصراحه يا ابطال هل اكمل على كده ولا يعني هحتاج فعلا يا ابطال اسجل بالفيسبوك عشان التشكيله تفضل دايما معايا. ما اعرفش بصراحه ايه اللي هيحصل. متحمس جدا 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 للمقاطع اللي جايه لان حرفيا يا ابطال لسه هتعلم ازاي العب. تمام ده بيقول اختار الشاره. او ماي جاد ليتس جو. ماشي يا ابطال. انا بصراحه بحب الفريق اللي بحبه دايما هو ليفربول بصراحه. انا بحب انا كبلال بحب ليفربول. تمام جدا يا ابطال حلو قوي شعار ليفربول. والمفروض دلوقتي بيقول لي ادخل اسم تكون هذه معلومات مرئيه للاعبين لا تدخل اسمك الحقيقي او معلومات شخصيه. تمام خلينا ندخل. خلينا ابطال نكتب اي بي جيمنج. حلو اي بي جيمنج ليتس جو جامد. يلا ليتس جو. ودلوقتي ابطال بقى اسم اي بي جيمنج في لعبه فيفا. ايوه ابطال متحمس جدا حرفيا ابطال. المقاطع اللي جايه كل ده استرداد كل يوم تقريبا ابطال بناخد حاجات. والله حلو الباكج ده. ماشي كويس تمام. ماشي ماشي حلو قوي. اوه 300,000 انت بتهزر بقى معايا 300,000 ليتس جو جامد. ركله البداية حرفيا هي دي الموتوشه اصلا اللي احنا المفروض بنلعبها. ايوه حرفيا اهو. بصوا يا ابطال هنا بقى ابطال بنبدا اللي احنا نلعب الفرق دي. اكمل فاز يعني ثانيه ندخل مثلا على دول مجانا. ايه ده الحاجات دي كلها كمان مجانا؟ اكيد عشان لسه فاتح جديد. اكيد عشان اللعبه ابطال لسه جديده. او يعني انا بالنسبه لي يعني انا يعتبر لسه جديد حرفيا. دي لاعبين نقدر نشتريهم بصراحه ابطال. بحاول اشتري لاعبين يبقوا كويسه تمام ناس كويسين. تمام حاضر ابقى اشارك اللعبه بعدين في وقت لاحق في وقت اللحك. تمام جدا هنعمل كده. ماشي ندوس هنا كويس قوي. والله الموضوع حماسي. والله الحماس نار اقسم بالله يا ابطال. حرفيا الخطه بتاعتي تقريبا 4-3-3 بناء تلقائي تقريبا. او ماي جاد قيمه الفريق بقت ب 694,000 ودي تقريبا حاجه بالنسبه لي الواحد مبتدئ جدا جدا اسطوره. والله جدا جدا حماسيه. ده القائد بتاع الفريق تمام من تشيلسي. وخلونا كده طيب دي ركلات ثابته. ماشي المفروض بس كده خلاص. يعني انا بقى ابطال لو عايز العب ماتش اصلا تمام وبالتشكيله دي تمام. ومفروض بقى ابطال بنحاول ده الدخول اليومي عرفناه كويس. طبعا ابطال بحاول اكتشف كل حاجه في مقطع النهارده عشان فينا ابطال كل حاجه تكون واضحه غير الكومنتات اللي انتوا هتكتبوها بردك هفهم منها. زي ما انتم شايفين ابطال لازم اوصل عشان العب دوريات وكده واخش في دوريات ابطال ونكسب. لازم نوصل لابطال للمستوى العشرة. هنعرف يا ابطال طبعا ازاي نوصل للمستوى رقم 10 ازاي. تمام المفروض ابطال هنا متوسط انتم شايفين. نلعب كل شباب ابطال نقعد نلعب في الحاجات دي. فهمت انا بدات ابطال افهم اللعبه السويزي مان. ماشي كويس جدا حرفيا الموضوع يعني مسلي مسلي وجميل جدا بصراحه ابطال. خلينا دلوقتي حالا. ايوه بيقول لي سجل هدف ضد الحارس ده. ماشي ماشي بص الجون ده وبص الجون ده وبتدير اوه على الجول جامد. ماشي ماشي كويس. اجري 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 وبا لا اديني جول جول ليتس جو. ماشي حلو جامد والله عاش حلو قوي. جونين اجمد من بعض قولوا لي تحت في الكومنتات ماليش دعوه. خلينا دلوقتي ندوس. ايوه نحرك ده استرداد كويس قوي تمام. بص يا ابطال معايا حاجات كتير قوي. انا معايا حاجات كتير قوي حرفيا كل شويه. اوه 12,700 حلو حلو حلو. انا لسه في البدايه فدي انا شايف ان دي حاجات مقدمات حلوه. ما اعرفش بصراحه هل اي حد لما يجي يفتح اللعبه بيظهر له نفس الحاجات دي ولا ايه. خلونا كده نجرب. ماشي ليتس جو يلا بينا. والله يا جدعان اللعبه حلوه. اللعبه فعلا حلوه يا جدعان وممتعه زي ما الناس كتير قوي قالت لي. ايوه بص 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 اديله يا جامد. يلا انت تاني اديله اوبا ويلا تسديده وجول. يا الحمد لله والله افتكرتها بره. انا مش عارف ليه شايفها بره. ايوه كده اجري 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 بسرعه 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 اديله تمريره واديله اوب باصه وجول. يا لعيب يا لعيب جد بالظبط بالسنتي عاش قوي اقسم بالله. حلو جدا بصراحه يا ابطال بجد بجد. مقطع النهارده كان مليء بالحماس والاوه وصلت للمستوى الثالث لسه لسه يا ابطال. ولكن تعالوا نستجد المكافاه نشوفها هي ايه. 1500 والله شكرا يا فيفا والله العظيم شكرا بجد. عايز اقول لكم ان يعتبر ابطال لحد هنا مقطع النهارده خلص يا عم مبابي. خلاص بقى مبابي حاضر يا جدعان حاضر حاضر. كل شويه بيقول لي ده هنا في مهام اليك مهام يوميه كل شويه لازم اعملها هتبقى حاجه جامده برضك ومكافاه اسبوعيه تمام هيديني جوائز ويساعدني ان انا اشتري لاعبين جداد وحاجه وهكذا يعني تمام. دي حزمه المهمات اليوميه كويس او لازم كل يوم لما نيجي نفتح نحاول نعمل دي يعني. طب كويس والله والله دي حاجه جدا جدا جامده. عايز اقول لكم يا ابطال اللي لحد هنا ومقطع النهارده خلص اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. انا حاسس ان انا مستمتع بصراحه ابطال باللعبه. وانتوا برضك يا ابطال عايز اتاكد ان انتوا فعلا مستمتعين معايا باللعبه دي ولا لا. ويا ريت يا ابطال تقولوا تحت في الكومنتات هل فعلا انا عملته ده صح دخلت بضيف
ولا ابطال المفروض اسجل اصلا بحسابي في يعني الفيسبوك وكده. يا ترى بس كده لحد هنا وقت النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحت حلقه لايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناه وما تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وباسكاي جيمنج اكس وي سلام.